السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه طيبه ابنائي الطلاب درس اليوم راح يكون تحويل الكسور العشريه الى كسور اعتياديه للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني نبدا بحل تمارين فقره تاكد اكتب الكسور العشريه الاتيه في صورة كسور اعتيادية أو عدد كسري في أبسط صورة آه السؤال الأول آه صفر فاصلة أربعة القراءة الصحيحة لهذا الرقم آه صفر فاصلة أربعة آه نقرأ العدد على يمين الفاصلة إذا كان عدد واحد نقول من عشرة القراءة الصحيحة هي التي تساعدني في تحويل الكسر العشري إلى اعتيادي ما هو الكسر العشري؟ هو المكتوب بالفاصلة مثل هذا الآن صفر فاصلة أربعة هذا يسمى كسر عشري كيف نحوله؟ أهم شيء في التحويل القراءة الصحيحة الآن عندي صفر فاصلة أربعة. أربعة من عشرة إذا كان في عددين على يمين الفاصلة نقول من مئة إذا قلنا من مئة يعني قسمة مئة فهذا الآن يكتب كما يلي أربعة من عشرة أربعة على عشرة انبسطة انقسم على اثنين القسمة على اثنين لازم تكون للبسط والمقام فهنا بيكون عندي أربعة قسمة اثنين اثنين عشرة قسمة اثنين خمسة هذا بالنسبة إلى السؤال الأول آه سؤال اثنين آه عندي صفر فاصلة خمسة أيضا يقرأ آه صفر وخمسة من عشرة خمسة من عشرة يعني خمسة قسمة عشرة الآن هذا ليس أبسط صورة آه القاسم المشترك الأكبر للبسط والمقام في هذه الحالة خمسة على عشرة هو الخمسة خمسة قسمة خمسة واحد عشرة قسمة خمسة لازم نفس العدد نقسم عليه اثنين إذن بيكون أبسط صورة لهذا الكسر صفر فاصلة خمسة هو نصف أو واحد على اثنين سؤال ثلاثة عندي صفر فاصلة ستة وأربعين أه صفر فاصلة ستة وأربعين يقرأ كما يلي أه صفر وستة وأربعين من كم؟ لأن في عندي عددين من مئة يكون إذا عددين من مئة ثلاثة أعداد على يمين الفاصلة من ألف وهكذا فهذا يكتب الستة وأربعين تكتب في البسط ستة وأربعين على مئة هذه طبعا ليست أبسط صورة بما أن الأعداد زوجية آه نقسم على اثنين فعندي ستة وأربعين قسمة اثنين يساوي ثلاثة وعشرين مئة قسمة اثنين خمسين هذه أبسط صورة لأن الثلاثة وعشرين عددا أوليا لا يقبل القسمة إلا على نفسه والواحد صفر فاصلة خمسة وسبعين سؤال أربعة صفر فاصلة خمسة وسبعين أه تقرأ كما يلي صفر فاصلة خمسة وسبعين من مئة من مئة لأن في عندي رقمين على يمين الفاصلة إذا نقول له خمسة وسبعين على مئة الخمسة وسبعين من مضاعفات الخمسة وعشرين وأيضا المئة من مضاعفات الخمسة وعشرين فنقسم البسط والمقام على 25 ال 75 كم 25 فيها؟ فيها 3. 3 في 25 يساوي 75، ال 100 فيها 4 25، يعني 4 ضرب 25 يساوي احنا جبنا القاسم المشترك الاكبر مباشرة اللي نقسم عليه، فقسمنا البسط والمقام على 25 يكون عندي الناتج ثلاثة على كم؟ على أربعة. أه سؤال خمسة أه عندي صفر فاصلة خمسمائة وخمسة وعشرين. تُقرأ كما يلي: صفر فاصلة خمسمائة وخمسة وعشرين من ألف. ليش من ألف؟ لأن في ثلاثة أرقام على يمين الفاصلة. فنكتب العدد بدون الفاصلة في الأعلى. 525 من من 1000 كما يلي. أه هنا طبعا القاسم المشترك الاكبر لهما هو ال25. أه إذا كانت عندي الأحاد العشرات مضاعفات ال25 أو مضاعفات الـ100 أو الـ1000 أو كان عندي الـ10 آلاف يكون القاسم المشترك الأكبر هو 25. فالآن عندي المئة الواحدة المئة الواحدة فيها طبعا أربعة خمسة وعشرين هنا عندي ألف يعني بيكون فيها كم أربعة بأربعة عشرة يساوي كم أربعين الخمسمئة بيكون فيها عشرين زائدا الخمسة وعشرين بيكون فيها واحد وعشرين يعني نقول له الآن عشان تكون واضحة للطالب المئة الواحدة قسمة خمسة وعشرين يساوي أربعة فيها أربعة المئتين يكون فيها ثمان الثلاث مئة يكون فيها 12 الأربع مئة يكون فيها 16 الخمس مئة فيها كم عشرين فهذا عندي خمس مئة وخمسة فيها عشرين مع الخمس مئة واحد وعشرين الألف بيكون فيها أربعين كل ألف فيها أربعة كل ألف فيها أربعين خمسة وعشرين. هذه طبعا بتكون أبسط صورة. ننتقل الآن إلى سؤال ستة. آه صفر فاصلة ثلاثمائة وخمسة وسبعين. تقرأ كما يلي ثلاثمائة وخمسة وسبعين من ألف. القراءة الصحيحة تساعدني على التحويل بشكل أسرع. 375 ال 75 من مضاعفات أيضا ال 25 على 1000 مثل ما قلنا ال 1000 كم 25 فيها ال 1000 احنا بنقسم على 25 لأن العدد في البسط 375 يقبل القسمة على 25 ال 1000 فيها قلنا كم 25 فيها 40

سؤال ستة ننتقل الأن إلى سؤال آآ سبعة آآ سؤال سبعة عندي اثنين فاصلة خمسة وسبعين، نلاحظ أن على يسار الفاصلة يوجد عدد هذا العدد هو عدد كلي أولا يكون عندي الكسر خمسة وسبعين من مية هذا هذا الجزء هو 75 من 100 الاثنين وين كتبه نكتبه في الوسط في هذا المكان 2.75 آه في العاده ما الينا اي علاقه في هذا العدد الكلي هذا الاثنين فقط يكون التبسيط الى الكسر 75 على 100 ال 75 على 100 نقسمها على 25 آه يكون فيها ثلاث خمسة وعشرين ثلاثة في خمسة وعشرين خمسة وسبعين المئة كم خمسة وعشرين فيها فيها أربعة هذه هي أبسط صورة سؤال سبعة سؤال ثمانية آه عندي سؤال ثمانية خمسة فاصلة أطناعش. القراءة الصحيحة خمسة صحيح أو خمسة عدد كلي آه فاصلة من مئة 12 على 100 وهنا الخمسة تكتب في المنتصف منتصف الكسر إذا الخمسة تبقى كما هي خمسة الـ 12 قسمة 2 قسمة 2 فيها 6 ال 100 قسمة 2 فيها 50 يكون عندي إذا قسمناهم أعداد زوجية وهذا ليس من مضاعفات ال 25 لهذا احنا ما قسمنا على 25 لأن الـ 12 أقل فنقول له قسمة اثنين بما أن هي أعداد زوجية قسمة اثنين فيها ستة قسمة اثنين المئة خمسين الستة مع الخمسين أعداد زوجية أيضا تقبل القسمة على اثنين الستة فيها ثلاثة الخمسين على اثنين فيها خمسة وعشرين والخمسة تكتب كما هي هذا هو بالنسبة الى سؤال ثمانية ننتقل الان الى سؤال تسعة أه تقطع سيارة خليل مسافة ثمانية فاصلة خمسة وسبعين كيلومترات أه مستهلكة لترا واحدا من البنزين اكتب هذه المسافة في صورة عدد كسري في ابسط صورة اذا نقول له الان ثمانية فاصلة خمسة وسبعين من مئة الثمانية تكتب كما يلي آه نفتح الكسر الآن خمسة وسبعين من مئة الخمسة وسبعين مع المئة من مضاعفات الخمسة وعشرين نبدأ نقسمها على خمسة كم خمسة في الخمسة وسبعين فيها ثلاث المئة فيها كم كم خمسة وعشرين الثمانية كما هو لا يتغير إذا له الناتج يكون ثمانية وثلاثة أرباع كيلو متر. هذا بالنسبة إلى سؤال تسعة. ننتقل الآن إلى سؤال عشرة. نقرأ الآن سؤال عشرة هذا الرقم صفر وثلاثة من عشرة. مباشرة الإجابة ثلاثة من عشرة. هذا هو أبسط صورة. سؤال 11 القراءة صفر وسبعة من عشرة سبعة من عشرة ايضا ابسط صورة سؤال 12 صفر من مئة اذا نكتب ليه خمسة من مئة اذا كان الاحاد خمسة او صفر فالعدد يقبل القسمة على خمسة نلاحظ هنا ال 65 ليست من مضاعفات ال 25 فلازم نقسم على عدد آخر العدد الآخر اللي نقسم عليه هو الخمسة كم خمسة في المئة؟ لو عدنا مئة ريال وصرفناها أبو خمسة ريال راح تعطيني عشرين ورقة إذا فيها كم؟ عشرين الستين الستين يكون فيها 12 مع الخمسة هذه الخمسة وستين يكون فيها ثلاثة عشر. الثلاثة عشر عدد أولي لا يقبل قسمة إلا على نفسه والواحد فهذه تكون أبسط صورة. هذا سؤال 12 آه سؤال ثلاثة عشر آه نقرأه كما يلي صفر فاصلة اثنين وثمانين هنا يكون اثنين وثمانين من مئة نقول اثنين وثمانين قسمه آه مئه فهذا العدد عدد زوجي آه والمئه عدد زوجي نبدا بالقسمه على اثنين اثنين وثمانين قسمه اثنين يساوي واحد واربعين المئه قسمه آه اثنين يساوي خمسين اذن الواحد واربعين عدد اولي لا يقبل القسمه الا على نفسه الواحد ولهذا هذه تكون ابسط صوره. ننتقل الان الى سؤال 14. نقرا هذا العدد 0.875 من 1000، ليش من 1000؟ لان هنا طبعا عندي ثلاثة ارقام على يمين الفاصله. اذا نكتبه 885. وسبعين على ألف نبسط طبعا هذه من مضاعفات الخمسة وعشرين ثمانمية وخمسة وسبعين احنا قلنا المئة الواحدة فيها أربع خمسة وعشرين الثمانمئة بيكون فيها نضرب طبعا المئة الواحدة أربعة فنقول له أربعة ضرب ثمانية أربعة ضرب ثمانية اللي هي 800 آه يكون اثنين وثلاثين مع وجود الخمسه وسبعين فيها ثلاث خمسه وسبعين فيها ثلاث آه ثلاث زائد اثنين وثلاثين يساوي خمسه وثلاثين اذا هذا نقول له. قسمه خمسه وعشرين قسمه خمسه وعشرين طبعا مثل ما قلنا في الامثله السابقه ان الالف فيها كم اربعين الثمانمائة وخمسه وسبعين يكون فيها آه، خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين خمسة وعشرين إذا ضربنا الخمسة وعشرين بالخمسة وثلاثين يعطينا هذه القيمة إذا آه، لو كان الطالب غير متمكن يجمع بهذه الطريقة كل مئة فيها أربعة مئة أربعة المئتين يكون ثمانية الثلاث مئة ثلاث مئة يكون اثناش الأربعمية مئة الخمسمئة نضيف أربعة خمسة وعشرين بيكون فيها عشرين الست مئة أربعة وعشرين ااا آه مئة ثمانية وعشرين سبعمئة ثمانية وعشرين الثمان مئة يكون اثنين وثلاثين بالإضافة إلى الخمسة وسبعين فيها ثلاث خمسة وعشرين يكون فيها كم الناتج خمسة وثلاث الخمسة وثلاثين مع الأربعين تقبل القسمة على كم على خمسة خمسة آه وثلاثين قسمة خمسة فيها سبعة أربعين آه قسمة خمسة فيها ثمانية هذه أبسط صورة إلى سؤال أربعة عشر سؤال خمسة عشر صفر فاصلة أربعمائة وخمسة وعشرين من ألف أربعمائة وخمسة وعشرين من ألف من خلال القراءة نكون الكسر الاعتيادي ايضا ال425 من مضاعفات ال25 فهذه نقسمها على 25 وايضا ال1000 قسمه 25 ال1000 بيكون فيها كم 40 ال400 بيكون فيها 16 زائد ال25 بيكون فيها 17 هذه بتكون ابسط صوره لماذا ابسط صوره لأن السبعة عشر عدد أولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه والواحد والأربعين ليس من مضاعفات العدد سبعة علشان نقدر نبسطه هذا بالنسبة إلى سؤال آه خمسة آه عشر سؤال ستة هذا هو هذا سؤال ستة آه نقرأه آه صفر فاصلة ثمنتعش من ألف ليش من ألف لأن عندي صفر واحد ثمانية ثلاثة أعداد إذا بيكون عندي ثمنتعش قسمة ألف بهذا الشكل طبعا هذا يقبل القسمة على اثنين بيكون 18 قسمة اثنين يساوي تسعة الألف قسمة اثنين يساوي خمس هذا بالنسبة إلى سؤال 16 بالنسبة إلى سؤال 17. صفر فاصلة أربعة هنا أيضا أربعة من كم من ألف لماذا لأن في عندي ثلاثة أرقام على يمين الفاصلة إذا يكتب كما يلي أربعة على ألف نبسط أعداد زوجية عندي الأربعة قسمة اثنين, اثنين. الألف قسمة اثنين يساوي خمسمائة لا زالت الأعداد زوجية يقبل اثنين قسمة اثنين يساوي 1، 500 قسمة 2 250، هذا بالنسبة لهذه المجموعة من الأسئلة. ننتقل الآن إلى سؤال 18: أسهم ارتفع سعر سهم إحدى الشركات بمقدار 0.64 نقطة في نهاية أسبوع التداول، اكتب هذا الارتفاع على شكل كسر اعتيادي في أبسط صوره أه نبدا الان سؤال 18 أه عندي طبعا الكسر العشري 4 و60 من 100 هذا يقرا 64 من 100 نكتب له 64 على 100 بما ان ال64 ليست من مضاعفات ال25 فنبقى نقسم على الاثنين اذا كان عدد زوجي 64 قسم اثنين يساوي اثنين وثلاثين المئة قسمة اثنين خمسين لازالت الأعداد أعداد زوجية نستمر في القسمة على اثنين اثنين وثلاثين قسمة اثنين يساوي ستة عشر خمسين قسمة اثنين خمسة وعشرين طبعا القاسم المشترك الأكبر للعددين خمسة وعشرين وال16 هو الواحد فهذا أبسط صورة نقدر نقسم ال16 على 2 لكن ال25 ما نقدر 25 تقبل القسمة على 5 لكن ما 16 لا تقبل القسمة على 5 فهذه أبسط صورة هنا طبعا وش نقول له طبعا نقطة نقطة بمقدار هذه هي النقاط حولناها إلى صورة كسر اعتيادي سؤال 19 مسافات يبعد بيت طلال مسافة 0.85 كيلو متر عن المدرسة اكتب هذه المسافة في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة فنقول له طبعا 85 نقرأها كما يلي 85 من 100 لماذا؟ لأن في عندي عددين 85 على 100 الخمسة وثمانين طبعا ليست من مضاعفات الخمسة وعشرين ولهذا آحادها خمسة وهنا الأحد صفر فهذه الأعداد تقبل القسمة على كم؟ على آه خمسة المئة كم خمسة فيها؟ فيها عشرين عشرين ضرب خمسة يساوي العشرة يكون فيها كم؟ العشرة الواحدة خمستين عندي ثمانين الثمانين يعني ثمانية ضرب اثنين يساوي كم؟ ستة عشر فبيكون عندي ستة عشر مع الخمسة اللي في الخمسة وثمانين بيكون فيها كم؟ سبعة عشر إذا آه الخمسة وثمانين قسمة خمسة يساوي سبعة عشر على عشرين هذه أبسط صورة لماذا طبعا أبسط صورة؟ لأن السبعة عشر عدد أولي نقول لهنا طبعا آه كيلو متر اكتب كلا من الكسور العشرية الآتية في صورة عدد كسري في أبسط صورة عندي عدد مكتوب على اليسار وعدد مكتوب على اليمين بالنسبة لسؤال عشرين يقرأ كما يلي 12 فاصلة واحد من عشرة سؤال عشرين اثناش كما يلي واحد من عشرة هذا هو الإجابة على سؤال عشرين سؤال واحد آه وعشرين عندي سباطعش وهذه القيمة تقرأ ثلاثة من مئة ثلاثة من مئة طبعا ثلاثة من مئة يكون أبسط صورة فهذه القيمة تكون أبسط صورة 17 و 3 من 100 3 عدد أولي ما تقبل طبعا القسمة آه الآن عندي سؤال 22 آه عندي 42 الكسر يكون 96 على 100 آه طبعا نترك ال 42 ما نبسط في أي شيء فقط الكسر البسط والمقام الستة وتسعين ليست من مضاعفات العدد ليست من مضاعفات العدد خمسة وعشرين فستة وتسعين عدد زوجي والمئة عدد زوجي فيكون عندي اثنين واربعين قسم على اثنين الستة وتسعين قسمة اثنين يصير عندي ثمانية واربعين المئة بتكون قسمة اثنين خمسين الثمانية واربعين والخمسين أعداد زوجية لا زالت أعداد زوجية قابلة للقسمة أيضا نقول له يساوي اثنين واربعين قسم الثمانية واربعين على اثنين فيها أربعة وعشرين الخمس قسمة اثنين فيها خمسة وعشرين الأربعة مع الخمسة وعشرين القاسم المشترك الأكبر لهما الواحد فهذه أبسط صورة للعدد أربعة وعشرين مع الخمسة وعشرين فبيكون الناتج اثنين وأربعين وأربعة وعشرين على خمسة أه وعشرين سؤال ثلاثة وعشرين عندي خمسين هذه هي الخمسين وعندي ستمائة وخمسة ستمائة وخمسة من من ألف هنا طبعا بيكون عندي آه بما أن العدد اللي في الأعلى ليس من مضاعفات الخمسة وعشرين لأن عندي خمسة لو ستمية وخمسة وعشرين بيكون نقسم على خمسة وعشرين في هذه الحالة نقسم على خمسة فبيكون عندي بالنسبة إلى الألف إحنا قلنا المئة الواحدة المئة الواحدة شوف علشان لا نغلط المئة الواحدة فيها كم خمسة؟ فيها عشرين والألف فيها عشر مئات عشر مئات يعني يكون عندي ناتج آه للمائة الواحدة إحنا بنقسم على خمسة الألف الألف على خمسة هنا عندي خمسين الألف الواحدة آه قسمة خمسة يعني نضرب العشرين في العشرة بيكون عندي كم؟ مئتين 200 آه ضرب 200 آه ضرب اللي هو 5 بيكون كم 1000 اذا فيها بيكون 200 آه خمسات 200 ضرب 5 نقول لها لان 5 ضرب 200 يساوي 1000 طيب الان ننتقل الى ال100 الواحده احنا قلنا ال100 الواحده ال100 الواحده فيها كم 20. كم خمسة فيها 20 الست مئة نكون نضرب الستة في العشرين ستة ضرب عشرين يساوي مئة وعشرين ضرب عشرين يساوي مئة زائد هذه الخمسة بيكون كم مئة إذا بيكون عندي عدد الخمسات الموجودة في المئة الواحدة بيكون عشرين المئتين بيكون أربعين ثلاثمائة ستين الأربعمائة ثمانين الخمسمائة مئة آه، وهكذا والستمائة بيكون مئة وعشرين بالإضافة إلى هذه الخمسة بيكون مئة واحد وعشرين وهذه بتكون أبسط صورة بالنسبة إلى سؤال ثلاثة وعشرين و 121 على 200. ننتقل الآن إلى السؤال التالي. عصير للأسئلة من 24 و 25 استعمل الجدول المجاور الذي يوضح بعض كميات مكونات زجاجة عصير فواكه. سؤال 24: ما الكسر الاعتيادي الدال على كل مكون للعصير؟ عندي البرتقال. هذا هو البرتقال صفر فاصلة خمسة وثلاثين البرتقال نكتبها الآن بصورة الكسر الاعتيادي يكون خمسة وثلاثين من مئة هنا عندي سؤال أربعة وعشرين آه نبسطة طبعا قسمة مئة خمسة أه وثلاثين قسمه مئة القاسم المشترك الاكبر للخمسة وثلاثين والمئة هي خمسة خمسة نقسم البسط والمقام على خمسة كم خمسة في الخمسة وثلاثين؟ سبعة المئة فيها قسمه خمسة فيها عشرين سبعة على عشرين هذا بالنسبة للبرتقال أه عندي التفاح نقول نقوله يساوي آه، صفر فاصلة خمسة هذه هي خمسة من مئة أيضا نقسم على كم على خمسة فيها ثلاثة على عشرين آه، بالنسبة للجزر آه، صفر فاصلة خمسة من مئة خمسة على مئة أيضا نقسم على خمسة فيها واحد على خمسة فيها عشرين باقي عندي الليمون الليمون طبعاً بيكون صفر فاصلة خمسة من مئة أيضاً مثل الجزر تماماً بيكون خمسة على مئة بسطة قسمة خمسة فيها واحد مئة قسمة خمسة فيها عشرين آه سؤال خمسة بكم تزيد كمية عصير البرتقال آه على كمية عصير التفاح آه إذا نقول له آه أكتب الزيادة في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة أولا نقول له آه عصير ناخذه طبعا كامل آه من مئة ناخذه أولا من مئة عندي عصير البرتقال بكم يزيد نقول خمسة وثلاثين على مئة بكم يزيد يعني ناقص ناقص ماذا آه عصير التفاح عصير التفاح كم يساوي عشر ناقص 15 بالمئة نكتب الكسر بدون تبسيط هذا البرتقال ناقص آه التفاح علشان يطلع لي مقدار الزيادة لعصير البرتقال إذا جاء كسور متشابهة في المقام المقام لا يتغير مئة ونطرح فقط آه البسط 35 آه ناقص خم عشر يساوي عشرين يساوي عشرين، الآن نكتبها في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة، العشرين مع المئة قسمه عشرين يقبل قسمه على عشرين، وهذا يقبل قسمه على عشرين، عشرين قسمه عشرين واحد، المئة كم عشرين فيها؟ فيها كم؟ خمسة، إذن مقدار الزيادة هو خمس. هذا مقدار الزياده في عصير البرتقال الان ننتقل الى الفقره الاخيره من حل التمارين تدريب على اختبار ظلل أه السعود صفر خمسه وعشرين من الشكل أدناه. صفر يعني ربع الشكل هو ظلل هذه المنطقه واحد اثنين ثلاثه اربعه أي كسر في أبسط صورة يمثل الجزء المظلل عندي المظلل هو أربعة جميع الأجزاء طبعا هذا بيكون ضلل فقط أربعة هذا خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 10 عشر 12 عشر ثلاثة عشر عندي جميع الأجزاء هي ستة آه، نكتب هذا الكسر في أبسط صورة العدد اللي في البسط هو أربعة يقبل القسمة على أربعة وأيضا الستة عشر يقبل القسمة على أربعة أربعة قسمة أربعة واحد ستة عشر قسمة أربعة يساوي أربعة إذا الكسر هو واحد على أربعة أبسط صورة أي مما يأتي ليس صحيحا أه صفر فاصلة ستة هذا ستة من عشرة اذا بسطناه على اثنين يعطيني ثلاثة على خمسة، إذا هذا صحيح. هو قال لي ليس صحيح. أه صفر فاصلة أه مئة وخمسة وعشرين من الف. مئة وخمسة وعشرين من الف. لازم طبعا نحوله الى كسر شان نتأكد. أه عندي طبعا أه المئة وخمسة وعشرين من مضاعفات الخمسة وعشرين فيها خمسة. ايضا هذا على خمسة وعشرين في كم؟ 40. إذا قسمنا هذا على خمسة وهذا على خمسة بيكون عندي واحد على ثمانية إذا هذا أيضا صحيح آه عندي الآن اثنين وخمسة عشر من ألف اثنين وخمسة عشر من ألف احنا قلنا طبعا الخمسة عشر ليس من مضاعفات العدد أه ليس من مضاعفات العدد خمسة أه وعشرين فنقسمها على خمسة كم خمسة في الألف احنا أخذناها في مثال سابق وأيضا هذه كم خمسة في الخمسة عشر إذا بيكون عندي اثنين الخمسة عشر فيها كم ثلاثة أه كم خمسة بيكون عندي في الألف يكون مئتين إذا هذه غير صحيحة لأن هنا بوجود العدد ثلاثة هنا كم موجود واحد إذا هذه ليست صحيحه. هذه هي الاجابه الصحيحه، هذه اللي في الاخير بتطلع اجابه صحيحه. هذا بالنسبه لدرس اليوم تحويل الكسور العشريه الى كسور اعتياديه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.